السلام عليكم، تحية نضالية لجميع الأحرار. اليوم غادي نهضروا على اللجوء السياسي. طبعا من مور واحد دائما انا كي قلت لكم يعني كيجوني بزاف ديال الناس، تقريبا يوميا 10 15 حتى 20 الناس تقريبا، يعني مغاربة راه كيف عارف كي كتعرفوا، الله يحسن العوان، كلشي باغي يخرج، كلشي باغي يحرق، كلشي باغي يخوي ديك البلاد. الى لاحظتوا راه حتى الملك ديال ديك البلاد راه خاويها، يعني راه ما كيجلسش فيها، فما بالك هذاك الانسان اللي ما عندوش يعني. وانا اتفهم هذه المساله. دونك اليوم وكاين في نفس الوقت كي بزاف ديال الناس كيجيو يقولوا لي تشفين عافاك لما تشوف لينا كيفاش دير لينا، نخرجوا ما نخرجوا، وكانني انا يعني راه اوروبا انا هو اللي كندخل وانا هو اللي كنخرج منها. مع العلم ان انا براسي انا راه واحد من المواطنين، من الناس اللي جاوا في واحد المده شحال هذه، وكان عيش في اوروبا منذ سنين وسنين يعني، وصابت وراقية اتسيترا اتسيترا. اذا باش انسان الواحد يجي اوروبا يعيش عنده ثلاثة ديال الحالات. اما غادي يجي باش عن طريق الزواج، يتزوج بشي وحدة، وحتى هنا كاينين بعض الناس اللي كيجي كيقول لي دبر لينا على شي وحدة نتزوج بها. يعني هذه راه ما كتدخلش العقل بتاتا. انا نمشي اجي عافاك لما نشوف في راه واحد في المغرب ما عندوش لوراق مسكين وما خدام ما ردام، اجي شوفي واش تاخذيه، ما كتدخلش العقل. هذه كاين بعض الناس كيجيو يقولوا لي على هذه المسائل. طريقه اخرى وهو انك تجي عن طريق مثلا اللجوء السياسي، اما اللجوء السياسي او اللجوء الانساني، وهنا غنهضروا على هاد الحالتين بجوج. ولا غادي تجي اتوديون ولا تجي كونترا تخدم، يعني هذا هو اللي كاين. اتوديون ملي كتجي راه كتبقى اتوديون، ما عندكش الحق باش تخدم، هادي خاصك موراها تجوج. ملي كتجي بكونترا باش تخدم راه بيان سور كتجي كتخدم من نهارك بوريقاتك كيعطيوك سميتو، ما تجي فين تسالي لك ديك كونترا مثلا الا عندك كونترا ليميتي، الا وغادي بيان سور لانهم ما يعطوكش لي ديتيرمين يعني من ديبار، يعني ولو كاع ما تخدمش ديك الخدمه تدبر على خدمه اخرى، عندك الحق تمشي تبدل ماشي مشكل. هنا كيبقى اللجوء السياسي او اللجوء الانساني. اللجوء الانساني هو يعني في الحالات ديال الناس مثلا اللي هما بدلوا الدين، يعني بدلوا الدين ما بقاوش مسلمين، وهذا سيشكل خطر عليهم في ديك الدوله، او مثلا اللي هو شاد جنسي، مثلا المراه كتمشي مع العيالات والراجل كيمشي مع الرجال، يعني حيت كاين بعض الحالات يعني اللي مشاو لاسبانيا وكيطلبوا باللجوء الانساني. خصكم تعرفوا بان اللجوء الانساني ما كيتعطاش للمغاربه بتاتا، كيتعطى مثلا الناس اللي هما في افغانستان، الناس اللي هما في السعوديه، اللي عندهم اللي كيعدموا عندهم حد الرده مثلا، الا بدلتي الدين يطيروك راسك، او الا كنتي شاد جنسي لحكم الهليكوبتر. هادوك دول وي كيتقبل اللجوء الانساني ديالهم في اوروبا وفي الدول المتقدمه. بينما في الحاله ديال المغاربه عندك حاله وحده اللي تقدر تقبل لك، وهو دير اللجوء السياسي. باش دير اللجوء السياسي خاصك تكون انت ضد النظام المغربي وضد الملكيه، لان ما يمكنش، حيت شفت انا شي دراري مثلا من هذوك الناس اللي مشاو لالمانيا، يعني كيدير اللجوء، يعني هو جاي كلاجئ سياسي، وكيديروا فيديوهات كيقولوا احنا رحنا مع الملك، وحنا ماشي من هذوك اللي كنسبوا الملك مثلا، ولا فهمتيني، ولا بحال هذاك فهمتيني. المهم لا داعي نذكر الاسماء، مي كاينين الناس اللي مشاو كيطلبوا في اللجوء السياسي هكذاك، وهو راه ما كيتعطاش غير هكذاك، لان باش يعطوك اللجوء السياسي خاص تكون كتوفر فيك مواصفات لاجئ سياسي، بمعنى انك تكون ضد النظام هذيك الدوله قبل ما تجي يعني لاوروبا، ماشي انك تبغي تتصاب الاوراق عاد كتولي مناضل،
وكيف طرا لينا مع واحد العدد ديال الناس اللي جاوا وتحقوا بينا مثلا ولا كيجيو عندي حتى هما، وعاد كيوليو كينضلو حتى لهنا لهنا وكيتصحاب ليه صافي راه يعني غادي ياخذ وراق وغادي المشكل غادي يتحل عنده، وهذا راه ما غاديش يصاوب في الوراق لانه هو راه في اون اونكيت غادي يمشي يبحثوا عليك في المغرب، يعني غادي لونكيت يعني خاصهم مثلا تكون فايت مشدود في الحبس على ارائك السياسيه، مثلا تكون مثلا مغني ديال الراب مثلا بحال الحاقد تشد في الحبس على الاغاني ديالو الراب شحال مره، يعني تكون كدير دي زاكتيفيتي يعني اللي هي عندها علاقه بالسياسه، وكيشوفوا بان حياتك بان في المغرب ديك الدوله مثلا المغرب ولا اي دوله يعني لا الى صيفطوك ليها سيشكل خطر على حياتك، تما فين كيقدر يتقبل لك اللجوء السياسي. وفيه لونكيت يعني لونكيت راها كيمشي يبحثوا عليك في, 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 في دولتك، كيعلموا بك الدوله المغربيه مباشره، بمعنى انت ملي كتفكر دير اللجوء السياسي في اوروبا راه غادي تكحلها مع الملكيه ومع النظام الملكي، راه ما بقى لك فين ترجع. يعني انا كنصح الخوت يعني قبل ما يجي ويديروا واحد وياخذوا واحد الخطوه فكر مزيان شنو باغي دير وعرف راسك فين غادي تلوح راسك، لان ماشي اليوم انا درتو وغدا انا راجع في حالي. كيدار لهم مثلا مول السناطه جا قال لهم انا لاجي طبيب من هنا شويه ولا كيضرب معاهم عطاوني باسبوري فين غنرجع لديك الدوله اللي انا دابا لجو سيس. هادي ما ديزاش كيف دار واحد الولد اخر اللي هو دابا نخلي لكم التصويره ديالو هي تشوفوها، اني مومو النيك نيم ديالو او البسودو ديالو في الفيسبوك، اللي كان فايت ديجا دار اللجوء الانساني في واحد التاريخ في واحد الدوله، واحد النهار ويت مش غادي للمغرب راجع قال لك وما يشدوه في المطار. المهم داز من هذيك عاود خرج مره اخرى عاود جا التحق بينا حنايا، لان انا كنت كنشوف كينهضر وهادي، وكان من حسن النيه انني كان كيتسحب لي راه فعلا انسان جمهوري معاك فايت دار شي فيديوهات وداك الشيء ولو انه ما كاينينش حدو، وكان جا التحق بينا على اساس انه جمهوري وهادي وقال لنا عاونوني اكسيتيرا. وفي الاخر يعني شنو خسر عليا هذا السيد ما فهمتش بعدا كاع شنو طرا فيه، يعني لان بنادم ملي كيكون باغي حاجتو كيجي يعني على وده. من بعد ما كان كنشوفو ما كيناضلش بتاتا، لانه ما فاش غيمشي يبحثو عليك. وهذا الشيء قلتو ليه، قلت ليه يعني راه خاصك من يطلعو على فيسبوك ديالك خاصهم يلقاوك مثلا كتنشر مسائل اللي ضد الملكيه، تويتر كاع الحسابات اللي عندك لانهم كيجوجلو سميت كطلع لهم فين ما كنتي، فهمتيني ملي تكون وقفات مثلا غادي يسولوك على الجمهوريين، الا قلتي لهم انا من الجمهوريين غيقول لك وقتاش هاد الجمهوريين فين كاينين شكون هما فين مسجلين هما لاسوسياسيون ديالهم، لان حنا جسم معترف بينا عالميا وقانونيا ماشي هكذا كنخدموا عشوائيا، ويعني هاد المسائل راه خصك تكون محافظها. قلت يعني على الاقل سير دخل لي فيديو ديالي وغادي تعرف شنو كاين يعني يعني حتى الا باقا ناقصك شي حاجه مثلا، انه هما كيلحوا على المسائل انك الا كتقول لهم انا من الجمهوريين، بينما كنتفاجئ في اخر لحظه مشى كيسد ليا كيسينيالي ليا في القناه باغي يسد ليا القناه ديالي، فهمتيني. ويوتيوب راه ما كيسكتش في هذه المسائل، لان كيقول لك مثلا فلان بن فلان راه جا سينيالا الفيديو على ود الكوبي رايت او ما عندكش الحق انك ديرو، لانه هو نهار الاول هو اللي دار الفيديو جابو يعني، وماشي تضرب في الملكيه يعني كيضرب في العياشه واحد الفيديو كومسا. وفي الاخير كنتفاجئوا بان يعني هو نيت السيد ما نعرف واش ما قبلوش ليه اللجوء السياسي ولا ما نعرفش شنو طرا فيه، لانه هو عمره ما كان كينهضر في واحد الوقيته شويه وراها كيتسحب ليه. لأن دابا المغاربة من أجل الوراق مستعدين يديروا أي حاجة، وحنا راه حنا ما عندنا ما نديروا بالناس اللي كتناضل من أجل الوراق، راكم غير كضرونا وكضروا ريوسك. راه إلا ما كنتيش فعلا ضد الملكية راه ما عندك ما دير باللجوء السياسي. أنا كنصحك أخويا سير بعد من هادشي، شوف لك شي طريقة أخرى، ما نعرف حرق
واجي لاوروبا ودبر على شي وحده وبالعرف خصك تخدم، لان انت راه كنقول لك راه ماشي بالزربه فهمتيني، لان حتى المغاربه فاش كيهبطوا للمغرب ماشي كيعاودوا لكم الحقيقه، يقول لك شوف اخويا راه ماشي غير ازي وصاب الوراق ديالك في اوروبا، يعني راه خاصك يعني غادي تكرفص، غادي تنعس في الزنقه، غادي تعيش حوايج اللي عمرك ما عشتيهم، راه رجال وبكاو هنا في اوروبا في البدايه ديالهم، عاد كيتصعب لي لان المسائل راه ساهله يعني حتى لهاد الدرجه. وبشويه بشويه غادي تدبر على خدمه اونوار، الى خدموك اونوار فهمتيني غادي يستغلوك كباترونات، كاينين باترونات كيستغلوا بحال هاد الناس هادشي الى لقاو سميتو، من بعد تقدر تلاقى مع شي وحده تتزوج بها، تصاوب مع الوراق ولا يعني هذا هو الطريق اللي كيدوزو الناس اللي كيجيو لاوروبا، يعني كيحرقوا الفيزا ولا كيحرقوا مباشره في الفلايك ولا باش يمكن ليه يصاوب الوراق واحد النهار. اما مساله ديال اللجوء السياسي راه كيتجي اللجوء السياسي خصك بعدا تطلبو مباشره من يدخل لاوروبا فهمتيني، مباشر الا في بعض الحالات اللي هي خاصه وخصك يكون عندك ان موتيف علاش ما جيتيش قدمتي راسك مباشره ملي تدخل، يعني في خلال 3 ايام 7 ايام الاولى من الوصول ديالك الى اوروبا على حساب القانون ديال كل دوله كياخذوا من عندك لا ديموند، كتخصك تعطيهم الاسم الحقيقي ديالك وكل شيء، ابخي كيعطيوك واحد العامين تقريبا، هذيك العامين هما كيمشيو يبحثوا عليك فيها، من موراها غادي يعينوا لك جلسه لانك غادي تدوز امام قاضي في المحكمه باش يعينوا لك جلسه غادي يحقق معاك، راه ملي غيحقق معاك الا ما كنتيش فعلا انت كمعارض ديال بصح راه غادي يجيبك في الدقه الاولى في اول دو كيسيون، يعني الاسئله الاولى راه غادي يجيبك الله، لانه ما راه كي واش بغيت تضحكوا على هاد الناس اللي هما واصلين للقمر وما خلاو ما صنعوا، بنادم كيقراوه غير الا كذبتي عليهم راه كيقراوك غير من الحركات من لي جيست من بزاف ديال الحوايج، يعني راه ماشي حيت انا باغي نصاوب الوراق نجي كنولي مراضي ندير فيديو نخرج نسب الملك، راه ماشي هو هذا النضال، ولا سير سكر تتسكر وشرب وعرق اشرب واجي عندنا للبالطو كنبقى تسب في الملك ولا بقى تهضر لنا في السياسه، ومني كتكون ساحي ما كنعرفوكش ما كاينش، راه اللي عنده شي موقف راه كيقولوا هو ساحي، كيقولوا فين ما مشى كيقولوا في الفيسبوك ديالو، كيقولوا في التويتر، كيقولوا في اليوتيوب، كيقولوا في كل من هي بلاصه، ملي كتكون وقفات كيحضر فيها، ملي كتكون ندوات دي كونفيرونس ولا بد يحضر فيها، ملي تكون شي حاجه طرات على الاقل يخرج بالتصويره ويعطي الموقف ديالو، يعني وعرف راسك بان راك حلتيها مع النظام المغربي، راه ما بقى لك فين ترجع، باش ماشي تقول غدا بعد غدا توحش دارنا ولا توحش امي ولا غنمشي نعاود نرجع لتما، راه ترجع غيجلسوك على القرعه، كتعرف بلاد القرعه كيعرفوا وين القرعه، كيف تخيرون بالقرعه، اين سميك راجل جيت تقص على قرعه، مالك ما كنتيش كتناضل في المغرب، لان باش تعرفوا هما راه حماق بال هاد البهلاء ديال البلطاجيه، لان هو يعترف يعني بان بطريقه غير مباشره بان المغرب راه ما يمكنش ليك تناضل فيه، ما يمكنش تكون عندك حتى حاجه في المغرب، لا صحافه لا حريه التعبير لا حتى شي حاجه، علاش؟ لان دوله ديكتاتوريه، بمعنى لانك لو كان المغرب كيخليك تهضر وتقول حلوا لنا القنوات الرسميه سيدي فهمتيني، وخذوا انتوما 23 ساعه في النهار، عطيونا حنا غير ساعات المجال نشرحوا للشعب المغربي شنو طاري، واجي تشوف واش ما يطوش عليكم، ولكن حنا دائما نحارب، عندنا مناضلين في السجون، ما كاينش حريه التعبير، ما كاينش شي حاجه، ولهذا راه بنادم كيشوف حتى يعيا كيجمع النوضه كيزيد، راه هذيك البلاد الى حلوا ليها الباب ديال الديوانه راه ما غيبقى حتى شي واحد كيدور تما في المغرب، يعني والمشكل دابا عند المغاربه اننا حنا كنديروا هاد لي فيديو كنبينوا لكم يعني الحقائق اللي كاينه في اوروبا وداك الشيء على اساس باش هاد الشيء يكون عندكم نتوما في المغرب، على اساس باش نتوما تناضلوا من اجل هاد الشيء كيف ناضلت اوروبا، يعني في القرن 15 و16 و17 واوروبا راه هي كان فيها داك الاستبداد وداك الفساد وداك سميتو، ولكن الناس راه ضحات من اجل اليوم باش توصل اوروبا لما هي عليه، بينما المغربي ما عندوش هذه الفكره بتاتا، المغربي باغي غير يخرج صافي كلشي طاج،
كل شيء حاقد على الوضعية، كل شيء ما حاملش المغرب، ما كانش كيبغي الوطن أصلاً. المغاربة جردوهم من الوطنية اللي فيهم، بما في ذلك حتى الملك ديالكم، الملك ديالكم براسو وراه ما قالش معاكم تما في المغرب، هو راه هو من كوبا الامريكان الفرنسا الشينوا، دابا راه قرب رمضان غيمشي يدير لكم شويه الدروس الحسنيه بزز منه، فهمتيني؟ لان رمضان ما عنده كيدير، اما هو كيدوز اكثر من 8 شهور 9 شهور خارج المغرب، هذا مالككم اللي لاباس عليه، نفس الشكل حتى الطبقه اللي لاباس عليها، يعني راه ولادهم كلهم كيقراو في الخارج، عندهم لي كونت في الخارج، حاطين فلوسهم في الخارج، كيلبسوا من برا، كيقراو برا، كي كل شيء من برا، يعني ما كاين حتى شي حاجه. ونفس الشكل حتى ولاد الشعب والطبقه المتوسطه اللي حتى هي مقهوره ولا اللي سولتيه باغي يزيد برا، حتى حد ما باغي يجلس يعني في المغرب، لان ما كيشوف، ما كاينش مستقبل في المغرب، ما كاينش افاق في المغرب، ما كاينش تكافؤ الفرص في المغرب. انا اتفهم هذه المساله، ولكن واش 40 مليون ديال المغاربه غادي تخرج؟ هل هذا غادي يحل المشكل؟ راه ملي كيفكر الانسان انه يخرج وانت تخرج والاخر يخرج وكل شيء يخرج، يعني راكم كتستسلموا انكم كتهربوا لبرا باش تحسنوا الوضعيه ديالكم، وهما راه عطيتوهم البلاد يديروا فيها ما بغاو، وراك مازال غيستغلك، لانه ولو رجعنا برا غدا وبعد غدا فاش غادي تبدا تصيفط الفلوس لداركم، ولا غادي تبغي تصيفط حتى الفلوس للمغرب، راه الابناك كيستغلها محمد السادس لا دوفيز محمد السادس هو اللي دائما مستغلها. اذا هذا راه ماشي حل ان كل شيء يخوي المغرب، انا خاصكم تناضلوا في المغرب من اجل حقوقكم. واللي وهذا انا راه ماشي كنحبس الارزاق على شي واحد، باش نجي نقول لشي واحد لا راه ما بغاناش نجيو سميتو، واخا الا قديتي على اوروبا وعندك باش تجي لاوروبا زيد خط في الطريق، ما شدك حتى شي واحد، ما قال لك حتى شي واحد حتى شي حاجه، ولكن راه ما واخا تجي لاوروبا راه ماشي سهله اوروبا، باش نقولها لك انايا باش تعرفها، باش ماشي غدا من غدا يعني تجي لاوروبا وتلقى مشاكل اخرى اللي ما كنتيش متوقعها، ولان غتجي لاوروبا راه ما عندك فين تكون من نهارك الاول، يا ما نعسنا حنا بريوسنا في الزنقه وتكرفصنا، وهاد الناس كاملين اللي جاو لاوروبا يعني راه ماشي رجع النهار الاول ولقى كل شيء مقاد كل شيء زوين وصاب الوراق ديالو وجلس وسميتو، من غير اللي جا عنده شي زهر ديال ما نعرف شنو جاب كونترا داف واحد التاريخ، يعني كاينين حالات وحالات، مي الاغلبيه ديال الناس راه كتبدا من الزيرو، راه اوروبا ماشي هي انا جايب معايا واحد شي شويه ديال الفلوس، اوروبا راه حتى كيساليو الفلوس، وخاصك تجبد الفلوس، خاصك تخدم، باش تخدم خاصك تكون عندك الوراق. اليوم راه اوروبا فيها مشاكل يعني ديال الازمه الاقتصاديه اللي كاينه والى اخره. اذا نتمنى انني نكون جاوبت على واحد العدد ديال التساؤلات ديال الاحرار، وحنا راه مساله ديال واحد الورقه اللي واحد العدد كثير ديال الناس كيجيو يطلبوني صوب لنا هذيك الورقه عفاك، لان عارفين بان حنا جسم معترف به قانوني الى اخره، سميتو حنا هذيك الورقه راه ما غادي نعطيها لحتى شي واحد وما غنبقي نصوبها حتى شي واحد بتاتا، فهمتيني؟ اللي هو جمهوري ديالنا وكيناضل معانا ومنذ مده اياه بزز منا نعطيوها ليه، يستحقوها، ماشي مساله ديال سميتو الخيار. اما باش يبقى يجي عندي شي واحد يقول لي وبيعها ليا اشحال بغيتي، نصيفط لك 3 المليون، نصيفط لك 5 المليون، نصيفط لك 2 المليون، وديك الهضره انا راه ما عندي ما ندير بالملايين. حنا راه هذا الشيء النهار اللي درناه راه ما درناهش باش نتخلصوا، حنا درنا هذا الشيء باش نحميو رياسنا، باش تكون عندنا جسم لاول مره في تاريخ المغرب هناك جسم معترف به قانوني، جسم معارض قانوني ومعترف به عالميا، ماشي باش غادي نجلسوا هنايا نتبزنسوا في الوراق وفي اجي نصوب، وهذيك لاتيستاسيون راه ماشي هي اللي غتصوب لك الوراق، هذيك هي اللي غادي تعاونك، بحال اللي كتقول الشهاده ديالنا حنا، حيت حنا كيعرفونا هنا في اوروبا ومعروفين اليوم عالميا اننا معارضين للنظام وللملكيه، يعني راه انت اللي غادي خصك تصوب، يعني الهضره اللي قلت في الاول ديال انك ملي بحثوا عليك يلقاوك فعلا معارض، يلقاوك فعلا شاركتي في مظاهرات، يلقاوك فايت في الحبس، يقدر فهمتيني، وخاصك المحامي، ومحامي ديال الفلوس اللي غيزيد يعاونك في هذه المسائل. اما ديك الورقه ديالنا حنا حتى هي كتزيد عاوتاني كتزيد كيلكو بوا باش يمكن لك تاخذ اللجوء السياسي.
المهم تحياتي للجميع والى الفيديو المقبل. شكرا.